على فكرة استمرارا للنجاح اللي بيعمله برنامج أستاذ على الهوى اللي بتعمله قناة الحياة، عايز أقول لكم إن أكثر من 90% من امتحانات اللغة الأجنبية جاءت من التوقعات اللي عملوها الأساتذة بتوعنا في برنامج أستاذ على الهوى، الإيطالي الأستاذ مدحت غانم، والفرنساوي الأستاذ محمد إبراهيم، والألماني الأستاذ خالد الفقي. خلينا نشوف آراء الطلبة، بلاش أنا، احنا عملنا تقرير الطلبة بيقولوا ايه عن آراء الطلاب اليوم من توقعات برنامج أستاذ على الهوى. نشوفه ونرجع لحضراتكم تاني. بتتفرج على برنامج أستاذ على الهوى على قناة الحياة؟ طبعا اتفرجت، تابعت الأحياء وأستاذ طارق إدريس، وتابعت أساتذة كتير، وأستاذ السيسي بتاع الأحياء برضو، يعني فرقوا معنا جدا يعني الحمد لله، وقدموا حاجة ملحوظة جدا. بيجي أغلب الامتحان منه فعلا، لأنه هو بنحل النماذج الاسترشادية وكده، فبيجي منها كتير. جات مثلا من توقعات شوية عن الأحياء؟ شايف إن توقعاته كان حلوة، شفته يعني مرة واحد صاحبي يعني كان في موبايل، يعني جاب الحلقة في موبايل ويعني قال لي اقتراحات كانت حلوة في امتحان الفيزياء.